هلا عندنا كثير من السيستمز عندنا هون بيلت عندنا هون تو هذول بنسميهم ايدلر كلهم والبيلت هذا فيه له عرض حتى عشان احط هون اشياء او هنا الزاويه هاي بتهمنا هاي الزاويه زاويه الميلات نفس الشيء احنا بنعمل حسابات رح نعمل حسابات كمان على الصعود لانه النزول اسهل رغم انه هو بتحول ل بتحول لجنريتر هلا لو عندي نفس الشيء هون عملت شارت لو عندي هون جير بوكس طب ممكن اعمل درايفنج هون ممكن اعمل درايفنج هون وهي عندي هون موتور طبعا في تطبيقات ممكن يكون هذا ستيبر موتور على التطبيقات الاصغر اذا بدي امشي مسافه محدده يعني في بعض التطبيقات الصناعيه مثلا بيكون عندنا الكونفير بيلت في عندي اوبجكت الاوبجكت بدي امشي مسافه معينه هو في مسافه في ستور هذا الشيء اللي احنا سميناه دي هنا فبهاي الحاله ممكن يكون عندي هون استخدم مباشره استخدم ستيبر موتور حسب حجم حسب حجم السيستم والتورك ريكويرمنت اللي مطلوبه هلا لو عندي هون هون بدي ارجع نفس الشيء تقريبا الحسابات شبيهه الى حد ما عندي هون هاي سبيد شافت عندي هون لو سبيد شافت هاي في لها ماس هذا البلت من ايش بكون معمول البلت ممكن مطاط مثلا ممكن في بعض حالات يكون شيء اكثر من هيك مثلا حسب ايش الاشياء اللي بده يحملها مرات انه بيكون في زي فرزات من هون او قطع طالع عشان هاي الاوبجكتس ما تسحل بيكون هون ممكن تلاقي انه هذول معمول من قطع قطع يعني كل قطعه مركبه على قطعه ثانيه حسب الهاي او تشوف مثلا الحزام اللي موجود في المطار تبع الشنات عندي هلا هاي راح يكون في لها اي شي 1 وهذه اي شي 2 في ماس لهذا البلت قضيه هون طلع على فكره هاي شي ممكن يكون شي ممكن احتمال ضعيف انها تكون شي اذا كان له بلت اذا احبال بتكون شي هاي كلها كلها بتكون سطحها املس على ايش بتعتمد على الفريكشن او بتعتمد على التراكشن طيب خلينا نطلع الان نحسب المعادلات هلا من هون هلا هذا في له ماس راح اسميها ماس تبعت البلت ام بي عندي الاوبجكت هون اللي حطيتهم خلينا نسميهم ام او هلا لاحظوا الماس تبع البلت بالانسد مزبوط كيف يعني بالانسد البلت هون موازن حاله لانه قديش في بلت من هاي الجهه بلت من هاي الجهه مزبوط اذا ما راح يعطيني ايش تورك ما راح يعطيني اوت اوف بالانس تور لكن الماسز هاي اللي برفعها ايش راح تعطيني؟ تور راح تعطيني اوت اوف بالانس تور اذا الماسز هذول اللي موجوده اللي هم الاوبجكتس الموجوده راح يعطوني اوت اوف بالانس تور الماس تبعت البلت راح تعطيني انرشا صغيرة جدا معلش صغيرة او كبيرة بس راح تعطيني مضبوط؟ هاي الماس راح تعطيني انرشا هاي الماس راح تعطيني انرشا هاي راح تعطيني انرشا وهذول الماسز راح يعطوني انرشا اوكي؟ اذا في عندنا حسابات شبيهة الحسابات راح نعملها هنا خلينا اول شيء نحسب الان نفس الشيء راح يكون مطلوب مني التورك تبع الدرايف اللي راح اخذه من المحرك هون تي دي راح اطلع الان بدي اطلع التي تبعت الماس من اوبجكت هذول ريفير ل هاي هاي سبيد شارب راح اعتبر انه عندي نفس الشيء هون ايتا فورورد لهذا البلت خلينا نطلع هلا اول شيء لهذول الماسز الاوبجكتس الاوت اوف بالانس ماس هذول كلهم الماسز كانهم بيشتغلوا وين على اي نقطة؟ هذا هم بيشتغلوا هون مزبوط؟ قديش هلا الماس التوتال تبعتهم هلا هذول اذا بطلع عليهم عمالهم بيشتغلوا ب هاي الماس تبعت الاوبجكت مضروبة ب جي راح يتوزعوا بمحصلة بمحصلتين مضبوط؟ انا مين اللي بتهمني فيهم؟ اي واحدة من هذول بتهمني؟ بالواي اكس مضبوط طيب هاي شو بتاثر ايش بتعمل لي هاي؟
هذا الكومبوننت فريكشن. تمام، هاي تعطيني فريكشن، هاي بتساعدني على فكره في ايش؟ في انه يضل ماسك في الهاي، مزبوط. ولذلك كل ما انا رفعت هذا البلت شو بصير اصعب؟ الفريكشن انك تمسك اصعب، وانها تضلها قاعده على هذا اسهل. في سليب. طيب خلينا نطلع وين الزاويه تبعتنا. هلا الزاويه تبعتنا ثيتا، فصارت ثيتا اللي هي موجوده مع ال هيك، هاي ثيتا مزبوط هيك؟ او هذيك هذيك اللي بدنا نطلع عليه الفوق. او هي اذا هاي صفر ساين ثيتا، هذا هون ساين ثيتا مزبوط، هذا ام او جي، هذا ام او جي مزبوط هيك؟ صار عندي. اذا ام او جي بتساعدني. هلا ممكن مثلا انت حبيت تتحقق من هذا عندك، ايش لازم يكون عندك حتى تعرف ايش اللي بيمنع هذا انه يسحب؟ ايش الفورس؟ تمام، ايش لازم يكون عندي حتى اقدر احسبه؟ ايش الكوفيشنت؟ ايش اسمه الكوفيشنت؟ كوفيشنت فريكشن. اذا عندي انا الكوفيشنت اوف فريكشن الدرايف ستاتيك، راح تصير عندي اف فريكشن بتساوي ام او جي كوساين ثيتا. مضبوط هيك؟ انا بس حطيته مضبوط هيك؟ طيب ميو. بس انا اللي بيهمني عشان حساباتي بيهمني ام او جي ساين ثيتا. اذا الان صارت عندي ام او هاي سبيد شارت راح تساوي ام او تبعت الماسز في جي في ساين ثيتا. هي هذا اول جزء. هذا وين راح يعطيني تورك؟ راح يعطيني تورك، راح يعطيني فورس. فورس بضربها بالريديوس تبع هاي الشيف نسميها او البولي، راح تكون دي اس على 2، راح يعطيني تورك على اللو سبيد شارت. شو بعمل الان من هون؟ بضربه في الارض، بقسم على الارض، بقسم على ديتا فورورد. هاي صار عندي هذا الجزء، هذا بعطيني الايكوفلنت تبعت الماسز على الهاي سبيد شوت. هاي خلصنا من هذا الجزء. هلا هاد بالانس، يعني شوفوا هذا السيستم لو قمت عنه هذول الماسز وتركته وما عليهوش بريكنج، هل راح يتحرك؟ لا. هاي البولي وهاي البولي والبولي والبلت هذا راح يتحرك وراح يضل مكانه ثابت. يضل مكانه ثابت. لو كان يتحرك وتركته راح يوقف بعد فتره، مش هيك؟ ايش راح يوقف؟ فريكشن. على الفريكشن. اذا هاي ما راح، هذول كلهم الثانيين ما راح يعطوني تورك. يعني التورك تبع البلت ات ذا هاي سبيد شارت بيساوي زيرو. مضبوط؟ واضح؟ هذا بالانس، فولي بالانس هذا كله. اذا خلينا نطلع الان ناخذ الاي، بدنا نحسب الان الاي تبعت ام او على الهاي سبيد شافت. شو بتساوي؟ هلا عندي نفس الشيء، هذول الماسز كانهم ذير اكتنج ات ا بوينت، البوينت وين موجوده؟ هون. مضبوط؟ يعني كانها هذه هون بوينت، هذول كلهم الماسز ركزتهم حطيتهم في نقطه، قديش بعدهم عن المركز؟ مثلا هذول راح يعطوني ام او دي اس على 2 تربيع، مضبوط؟ هون بعدين نقسمهم على ار جي تربيع. اوكي ماشي، هذه واضحه. شو ضل عندي هلا كمان؟ بدي احسب اي او تبعت البلت. اذا اي تبعت البلت الهاي سبيد شارب شو بتساوي؟ هذا له ماس كله، الماس كلها بدي اركزها بنقطه، فشو بتصير عندي؟ نفس الشيء بتصير ام بي نفس الشيء دي اس على 2 تربيع ار جي تربيع ايتا. ايش ضل عندنا؟ تبعت التو بولي، مش هيك؟ هلا هاي البولي لانه لها نفس الراديوس تبع البولي هاي بتبين كانهم زي بعض. لو كانت البول الراديوس تبع هاي مختلف عن الراديوس تبع هاي راح يبين هذا الشيء مختلف. ما راح ادخل فيها. هاي البولي لانه لها نفس الراديوس تبع هاي البولي راح تبين. على فكرة هاي الانرجي بتتحول كأنها ماس عند النقطة هاي، ومرة ثانية من ماس بتتحول لانرجي عند النقطة هاي. إذا عندي هون راح يكون اي تبعت التو بوليز بتساوي 2 مضروبة في اي بولي. هلا هدول ما بضربهم في هاد، ليش؟ ما بضربهمش في الريديوس. لأنهم هم اوريدي أصلا هي انرجي. اذا هاي شو بعمل الان فيها؟ هلا هاي صارت على اللو سبيد شارت، كل اللي بدي اعمله الان اقسم على ار جي سكوير دي. هل صار عندي الانيرشيز كلها جاهزه؟ وعندي كمان الاوت اوف بالانس تورك جاهزه، فبقدر احط الان معادله
هون النيوتن الثاني صار عندي هلا تي دي ماينس. انا عم باخذ هون اسوء حاله بفترض الرفع، التنزيل راح يتحول هو لجنريتر، راح يكون اسهل وضعه بشكل عام بس هو راح يشتغل كجنريتر. هلا بنحكي بتفصيل اكثر ايش بصير لما يكون هذا جنريتر وكيف بعمل الكركي. اذا عندي تي دي ماينس تي ام او، تي ام او اللي هي ام نوت جي ساين ثيتا دي اس على 2 على ار جي على ايه يساوي. هلا بده يكون في عندي نفس الشيء زي ما عملنا قبل شوي، راح يكون في عندي ريكويرمنت للاكسلريشن. من وين جاي الريكويرمنت؟ يا بيكون عندي تراينجلر يا بيكون عندي ايش السبب اني احيانا ممكن اضطر اعمل هذا الترابيزويد؟ ماكسيمم سبيد. الماكسيمم سبيد تجاوزت السبيد اللي بيقدر يعطيني اياها هذا المحرك حسب ايش هو المحرك. اذا بالحاله هاي في عندي هون راح يكون لازم يطلع معي ماكسيمم اكسلريشن سواء من هون او من هون. واضح هذا المربع لما بحط الزاويه هاي ايش عمالي بحكي؟ ايش يعني؟ بطلع السلوب تبعه، السلوب تبعه بيمثل الاكسلريشن. هلا الاكسلريشن بدي احوله راح يكون معي معطى من صاحب المصنع وين؟ هون. ايش قيمته؟ ايش الوحدات تبعته؟ او يعني من هون وين راح يجيني؟ ايش راح تكون الوحدات تبعته؟ ميتا بير سكند سكوير. بدي احوله من اي لالفا مش هيك؟ بدي اخذ الان ايه بدي اقسمها على دي اس على 2 مضبوط؟ بعدين بدي اضربها في مضبوط مش هاي الفا؟ هاي حطهم تحتها الفا. ايش ضل بدي هلا اضربها؟ اي اضربها واي توتال. هلا في عندي شيء سهل ممكن اخذه هذول التنتين ممكن اجمعهم لانهم نفس المعامل مضبوط؟ بجمع ام او زائد ام بي. يعني من ناحيه الانيرشا الماس تبعت الاوبجكت بعملها نفس معادله الانيرشا تبعت البلت نفس الشيء. فهذول التنتين بصيروا عندي ام او زائد ام بي كلهم مضروبين في دي اس. لاحظ دي اس على 2 على ار جي بقدر اربعهم كلهم على فيشنس على ايتا. ايش ضل عندي هلا؟ هذه هون لازم زائد شو بدي احط هلا ضل بس اي بولين اللي هي 2 اي بولين على ار جي سكوير. أو إذا بدنا نحط حتى توضح أكثر ماشي واضحة هاي المعادلة؟ وقف يا عبد الله.